بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام مع جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة، ونحن نقتبس سنة من نور. زينوا القرآن بأصواتكم. باسمكم مشاهدين الكرام أبدأ هذه الحلقة بالترحيب بأعضاء لجنة التحكيم ومن سيعلمنا فيه خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة أحكام التجويد وحسن الأداء. مرحبا بك شيخ أحمد المعصراوي، شيخ عبد الرشيد صوفي، أهلا ومرحبا. حياك الله. مرحبا شيخ محمود عكاوي، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. دكتور محمد أمين مشالي، مرحبا دكتور. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في رياض التحبير. نجتمع نستمع لآيات الله سبحانه وتعالى، الآيات العطرات، ونستحضر بركة ربنا عز وجل. في رياض التحبير مشاهدين الكرام نسعد بالاستماع إلى تلاوات المتنافسين، لكننا في بداية هذه الحلقة سنستمع إلى الدكتور محمد أمين مشالي. تفضل دكتور محمد. نعم، لكن في الحلقات السابقة نحن أنا قرأت بالعديد من المقامات، فما أتيت بالأداء على مقام الحجاز أستدرك ما فاتني في هذه الحلقة، إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب بالسماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
صدق الله العظيم. بارك الله فيك دكتور محمد أمين مشالي، ونفعك الله عز وجل بما أتاك. الحجاز مع حجاز كار. ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك دكتور محمد. كل حلقة مقام. هذا طلب من شيخ أحمد بإذن الله. نتعلم والمشاهدة. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام، مع كلام ربنا عز وجل، مع الطمأنينة والسكينة نعيش في هذه الحلقات، ومع أول المتنافسين من المغرب إسماعيل الدحماني. سأقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. القارئ إسماعيل الدحماني من المغرب، بارك الله فيك، ونستمع لملاحظات شيخ أحمد المعصراوي في أحكام التجويد. الحقيقة إن هو كان يقرأ، إسماعيل بيقرأ رواية الورش من طريق الأزرق، هو نفسه قال الكلام، ولكن واضح أنه لا دائرة له بأصول الرواية، وقراءته بمعظمها فيها اضطراب. اختلاف الليل والنهار، وقنا عذاب النار، مفيش تقليل، حتى لما قلل في النار قال النار، يعني هو ركك ولم يقلل. التقليل في إمالة الألف نحو الكسرة قليلا، وبعدين بدل عنده لم يكن على وتيرة واحدة، مثلا بيقرأ بتوسط البدل، مرة جابوا من ثلاثة حركات ومرة خمسة ومرة ستة. أنا شايف إن وأخزيته مد الياء اللي هي اللينية دي مدها يمكن أربع حركات، فأغلب قراءته فيها اضطراب في حركات الحروف، وإن كانت المخارج يعني شيئا ما أحسن شيئا ما، لكن تطبيقه للأصول الرواية كله مضطرب. بارك الله فيك شيخ أحمد، ونبدأ تقييم شيخنا الكرام، تقييم القارئ من المغرب إسماعيل الدحماني. إسماعيل الدحماني في انتظار درجة التقييم من أحكام التجويد وأيضا الأداء الصوتي. ننتقل إذن مشاهدينا الكرام بعد انتهاء التقييم إلى المتنافس الثاني معنا في هذه الحلقة، خليل محمد بنشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة
من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا خليل محمد سعيد بن شي من سوريا على هذه التلاوة وملاحظات أحكام التجويد عند الشيخ عبد الرشيد صوفي. ما شاء الله خليل قراءته طيبة ويبدو أنه يعني ما شاء الله دارس لأحكام التجويد، ما لاحظنا عليه أي شيء يعني يخل بقراءته من حيث التجويد. رونق القراءة وجمالها إن شاء الله يتكلم عنها الدكتور إن شاء الله هو متخصص، ولكن أنا بس ألاحظ مسألة البدء يعني هذه منافسة ومسابقة يراعى فيها أشياء كثيرة، منها الاستهلال مكان المعنى الطيب، والسابقون السابقون يعني هي عطف على ما سبق، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فكان الاستهلال لو كان قبله بآيتين ربما كان أحسن، أو من بدء السورة يعني
لأن بداية الصورة أيضا كان قريب، ولكن ربما أيضا راعى الوقت المحدد للبرنامج، فبارك الله في القارئ خليل إن شاء الله وجزاه الله كل خير. اللهم آمين. إذا نبدأ تقييم المتنافس الثاني معنا في هذه الحلقة من سوريا، خليل محمد سعيد بنشي. نأخذ تقييم لجنة أحكام التجويد وأيضا تقييم الأداء الصوتي. دكتور محمد أمين مشالي، ننتظر الأداء الصوتي. دكتور محمد أمين، إذا انتهينا من التقييم، شكرا لك يا دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى إندونيسيا والقارئ فضلان أزهري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي
أصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. فضلان أزهري بارك الله فيك على هذه التلاوة، ونستمع لملاحظات الشيخ محمود عكاوي على أحكام التجويد. إن شاء الله فضلان فتح الله عليه وزاده رفعة ومهابة بتلاوته لكتاب الله عز وجل. من القواعد التي تدرس في علم التجويد هي ما نص عليه الإمام ابن الجزر رحمه الله باب التحذيرات. هنا لابد أن ينتبه فضلان حال مجاورة الحرف المرقق الحرف المفخم، دائما نبهت عليه كثيرا، الحرف المرقق الحرف المفخم دائما يضعف المرقق أمام المفخم، يعني القوي الضعيف يضعف أمام القوي، فلينتبه لهذه الحروف ما بين المفخم وما بين المرقق، مثل حرج حا، هذه الحاء حا ليس حا، حرج ليست من حروف التفخيم. وكذلك زيادة المدود، هذا كثير ما ينبه عليه أصحاب الفضيلة أن المدود كثيرة لابد من ضبطها. وهذا البرنامج هو برنامج تعليمي ليس فقط مسابقة، هو برنامج تعليمي بحد ذاته، يعني حينما يستمع المتسابق أو من يشاهدون علاقات إلى تعليقات شيخنا الشيخ أحمد شيخنا الشيخ عبد الرشيد وتوجيهات الدكتور، هذه هي مدرسة بحد ذاتها، يعني لابد أن نستفيد المستمع من هذا البرنامج. هذا الذي وجدته في تلاوته، المرقق لابد أن ينتبه بترقيقه وكذلك زيادة المدود. بارك الله فيك يا شيخ محمود عكاوي. نبدأ تقييم المتنافس الثالث في هذه الحلقة، فضلان أزهري رائس من إندونيسيا الذي تلا علينا ما تيسر من سورة الأحزاب. نبدأ التقييم. إذا انتهينا من التقييم ونأتي لملاحظات الدكتور محمد أمين مشالي فيما يتعلق بالأداء الصوتي. دكتور محمد، نأخذ القارئ إسماعيل من المغرب. من المغرب، نعم. الأخ إسماعيل أطال الأداء في البيات، لكن يعني لم يتمكن من تلوين وتجميل مقام البيات بعد الصبا، هو انتقل إلى الرست، يعني المستحسن انتقال إلى مقام من جنس طبقة المقام للبيات. مثلا لذلك المستحسن بعد الصبا يحسن الانتقال إلى الحجاز، مثلا إلى البيات يحسن الانتقال، إلى الرست غير مستحسن، عليه أن ينتبه بذلك. لم يتمكن من الانتقالات، يعني لم يتمكن من حسن التخلص، يعني مهم للغاية، الاستهلال لازم أن يكون جميلا، والتخلص أيضا والانتهاء لازم أن يكون جميلا، يعني مهم للغاية الاستهلال والانتهاء، لم يتمكن من ذلك. القارئ الثاني، القارئ الثاني خليل محمد. خليل محمد سعيد صوته جميل جهور قوي ما شاء الله، مع ما فيه من الحنان، هو انتقل يعني من البيات إلى الصبا مباشرة فورا، فرجع إلى البيات، أتى بالحجاز لكن هو أتى بشيء جديد وهو
ألا وهو الحجاز القديم. كيف هذا الحجاز؟ الحجاز القديم اسمه له اسم آخر حزام. نوع من السيقاه. أعطني مثال شيخ عشان يعني نستطيع أن نقارن بينهما. نعم لا بد من الابتداء بمقام السيقة بعدين انتقال إلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا هو الحجاز القديم. إمام الحرمين من أئمة الحرمين كان هناك إمام اسمه أظن اسمه أيوب. محمد أيوب هو كان يقرأ بهذا المقام في الغالب. ما شاء الله. هذا المقام يعني ربما في منطقة سوريا الشائع، لكن في المناطق الأخرى أنا لا ألاحظ هذا المقام، وفي تركيا أيضا نحن كنوع من السكاح نحن نستخدم هذا المكان. هو أتى بشيء جديد يعني أن يجب عده من إنجازاته. القارئ فضلان أزهري من إندونيسيا. فضلان أزهري ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صوته جميل، لا احتكاك في الصوت ما شاء الله، قوي من جهة لين من جهة أخرى ما شاء الله. هو يعرف كيف يستخدم صوته وكيف يستخدم نفسه، أداء متمكن متوازن مريح، لا يجد صعوبة في أي طبقة كانت ما شاء الله. يعني هذا الذي وجدته ما شاء الله في أدائي ما شاء الله. مبروك. إذا كانت مبروك. الأديك ارتاحت لصوتي نعم في نعم. بداية المقطع ما شاء الله نعم. الله يبارك فيك يا دكتور محمد وشكرا لكم مشايخنا الكرام. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود لنكمل الاستماع لكلام ربنا عز وجل، كنوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في رياض التحبير، نشنف الأسماع بجميل التلاوات ومع المتنافس الرابع في هذه الحلقة من مصر والقارئ محمود عمر محمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. القارئ محمود عمر محمد مصطفى من مصر بارك الله فيك، ونستمع ونتعلم من
ملاحظات أحكام التجويد من الشيخ أحمد معصراوي. اسمه محمود؟ محمود نعم. محمود كويس أجاد وقراته منضبطة إلا في موضع عندما قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، خلاص انتهى المعنى. فأنا يؤفكون أي كيف يصرفون، لما لو أنه وصل كل على بعضها كانت ماشي، لكن وقف وقال إيه لا يقولون الله ثم قال لا يقولون الله، فأنا ما دليل على أنه ما فيش لا فهم ولا تزوق ولا استغفر الله ربنا يسامحني يعني. فأنا يعني الحاجات دي بتضايقني شخصيا، أن أنا أحس القارئ مش بيقوله مش فاهم حاجة، هو دي يعني رغم أداؤه كويس وممتاز ولكن هذه الجزئية يعني تعد يعني معيبة في أدائه. بارك الله فيك شيخ أحمد معصراوي. ونبدأ تقييم شيخنا الكرام، تقييم تلاوة القارئ محمود عمر محمد مصطفى من مصر، وهو المتنافس الرابع معنا في هذه الحلقة، ونحن ننتظر انتهاء تقييم لجنة أحكام التجويد والأداء الصوتي. إذن مشاهدنا الكرام، بعد انتهاء التقييم ننتقل وإياكم إلى المتنافس الخامس في هذه الحلقة من مصر إلى أفغانستان، والقارئ ياسر رحيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل
وهو القاهر فوق عبادك وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. ياسر رحيمي من أفغانستان بوركتا على هذه التلاوة، ونستمع لملاحظات الشيخ عبد الرشيد صوفي. والله يا أخونا ياسر ما شاء الله يعني من أفغانستان، ولو أنه لم نخبر ببلده لقلنا هذا عربي يقرأ يعني أنا. سلمت حروفه من لكنة العجم، فلم يختل ما شاء الله من باب مخارج الحروف والصفات. مدوده كانت وغننه متساوية، إلا مدا واحدا رأيت أنه قصر فيه فلا كاشف له إلا هو، كان يقرأ بالمد يعني بتوسط المنفصل، وهنا قصر فيه شيئا، ولكن ما شاء الله قراءته طيبة. فتح الله على ياسر. بارك الله فيك شيخ عبد الرشيد صوفي. ونبدأ التقييم مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الأعزاء في لجنة التحكيم على تلاوة القارئ ياسر رحيمي من أفغانستان، أحكام التجويد وأيضا الأداء الصوتي. ياسر رحيمي وهو المتنافس الخامس معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، المتنافس الخامس والأخير. دكتور محمد، في انتظارك دكتور محمد. طيب إذا انتهينا من التقييم مشاهدينا، ونأخذ الآن ملاحظات الأداء الصوتي مع دكتور محمد أمين مشالي. محمود عمر محمد مصطفى من مصر، كيف أقول يعني ملخص ما الذي وجدته في أدائه. تم الرسوب في القفلات وفي الانتقالات، هذا يعني، لكن في الحجاز كان ممتاز للغاية أدائه. يعني في يعني لذلك يعني رسوبه في القفلات، يعني عدمه حسن الانتقال من مقام إلى مقام. أدى أخ محمود إلى النشاز في العديد من الكلمات. أيوة هذا مهم يعني. الخامس ياسر رحيمي. ياسر رحيمي ما شاء الله صوته جميل، مفتوح عذب. يعني أنا بحثت المصطلح للتعبير عن أدائه، فماذا وجدت؟ فوجدت في نفسي أداؤه أداء تجزئي ليس تكاملي. يعني عندما نظرت مثلا من وجهة نظر مقام رست جميل، من وجهة المقام النهاوت جميل، لكن إذا جمعت الكل الأداء خال من التكامل. يعني هو يأتي بمقام الرست ما شاء الله جميل، المقام النهاوت هكذا جميل، لكن التناسب بين الانتقالات وبين المقامين أنا ما وجدت ذلك. يعني هذا الذي يعني أقوله في أدائه. بارك الله فيك يا دكتور محمد أمين، وشكرا لكم مشايخنا الكرام في لجنة أحكام التجويد. مشاهدينا، من القراء سيتأهل معنا للمرحلة القادمة سنتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة. استمعنا وإياكم لمجموعة من القراء واستفدنا من أحكام التجويد من مشايخنا الفضلاء. من القراء الذي شاركونا في هذه الحلقة سيتأهل معنا للمرحلة القادمة؟ من المغرب وسوريا وإندونيسيا ومصر وأفغانستان،
إسماعيل الدحماني وخليل محمد سعيد بنشي وفضلان أزهري رائس ومحمود عمر محمد مصطفى وياسر رحيمي. إذا من هؤلاء القراء سيتأهل للمرحلة القادمة؟ حصل على المركز الخامس مشاهدنا الكرام في هذه الحلقة إسماعيل الدحماني، المركز الرابع محمود عمر محمد، المركز الثالث فضلان أزهري، أما المركز الثاني خليل محمد سعيد، والمركز الأول والمتأهل للمرحلة القادمة ياسر رحيمي من أفغانستان. مبارك يا ياسر. شكرا لكم مشاهدي الكرام وشكرا لكم مشايخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.